ريدر حبيبتي تقول اشتغلت على مشكلة الخوف والرهاب بالتنظيف، لكن القلق والرهاب ما زال يتكرر معي جسديا رغم أن مشاعري نظيفة. أنا سبق أني قلت لكم أنه بعض الصدمات قبل سن 5 سنوات أو حتى 7 سنوات، بعض الأقوال أنها عالقة في الجسد المادي، يعني لأنها نشأت مع اكتمال نمو الجسد. عشان كذا كنت في أبنس طلبت تحريك الجسد، أنه لازم يتحرك الجسد، لازم ينضغط عليه، لازم ينضغط عليه، لازم تسوي مساج، لازم تسوي يعني لازم تشوف هذه العلوم اللي ترتبط بموضوع انك انت تحرك كل الجسم، لازم الجسم يتحرك. انا مؤخرا شفت تمارين مرتبطة باليدين والاذان وملتزمة فيها الفترة الاخيرة، احس انها جيدة، اعتقد انها هندية كذا، مثلا تسوي اشياء زي كذا وتضغط على بعض الاماكن. فأؤمن إنه في أماكن في الجسد، بس هذا مو تخصصي، لكن أؤمن إنه في أشياء يعني لازقة في الجسد المادي تحتاج إنها تتنظف، زي ما تنظف الجسد الفكري والمشاعر والطاقة، أيضا الجسد المادي لابد يتحرر. سارة حبيبتي تقول أحس إني تايهة وبس أبكي، هذه تعتبر مشكلة؟ أكيد أكيد تعتبر مشكلة، يعني إذا كانت هذه مربكة حاليا لحياتك فهي مشكلة، لكن مهم انك انت تجاوبين على السؤال، مثلا ليش انا تايهة او ليش انا ابكي، او ماذا اريد، او ما هي النتيجة اللي اريد ان اصل لها، ما هي النتيجة اللي اريد ان اصل لها. لا ما اقصد هذه التقنية، ترى اتكلم عن الضغط القوي، مو ضغط خفيف، مو يعني كذا، لا اقصد شيء اقوى، شيء اقوى. صديقتي تقول عندي خوف اني اختار شيء ويظهر لي احتمال افضل، ما الحل؟ او ماي جاد، اخاف تكون القصة احسن، اخاف تكون المحور القادم ولا الفصل القادم اروع. انا قلت قبل كذا انه البشر لا يحبون تطوير القصة من جيد الى اجود، يحبون يعني يحافظون على جيد، وقد يكون في العمق لأنهم عارفين أنه الانتقال من جيد إلى أجود شوية يعني مربك. الانتقالات دائما أي إكزيت، أي خروج وأي دخول من الخطوط اللي أنت تمشي فيها يعني يتلخبط الواحد مهما كان، أشياء مختلفة عليه وقصص مختلفة ومستويات مختلفة من الطاقة والذبذبات. بإمكانك أنك تدخلين مرحلة استعداد، غالبا الأشخاص اللي يستعدون يستطيعون أنهم ينتقلون بشكل أكثر سلاسة. برضو تقدرين تحضرين شفرة الاختيار، راح يساعدك كثير أنك أنت تختارين. رفلكسولوجي قوي يعجبني. مروة حبيبتي تقول اشتغلت كثير على مشكلة وضع الحدود وطبقتها، لكن الآن تجيني اختبارات وضع حدود ومرات أغلط وما أضع الحد وأنقهر من نفسي. أفهم شعورك. والمرحلة الانتقالية ما بين شخص كانت حدوده سايبة وريموت كنترول مسحوب منه وتم انتهاكه يعني يمكن على مستويات متعددة، وما بين شخص حدوده مضبوطة ومحروسة ومحمي، في مساحة واسعة كثير. لذلك لا تكونين قاسية على نفسك، يعني كون انه انت انتبهتي وزعلتي على نفسك هذا يعني انك حية للموضوع ومتابعة وشايفة. Thank you. يعني انك انت مصحصحة، هو مدام الشخص مصحصح ما ينخاف عليه، يخاف اذا غط في النوم كذا، اذا غط في النوم يعني الموضوع ضاع، بس مدام انت مصحصحة كويس انه انت تقولين it's okay، المرة هاي صارت، المرة الجاية لو انعادت كيف راح اتصرف، تخيلي المشهد، كيف راح تصرفين، كيف راح تردين، كيف راح تتفاعلين مع الموضوع. وفي او ماي جاد حوت صح. ثانك يو، شكرا جزيلا. شوفي مرات حتى لو تصورنا او تخيلنا انه الموقف انتهى، مرات ما زال عندك وقت للتصحيح. يعني خلنا نقول موقف صار مع زميل في العمل، حسيتي انه هو تجاوز الحدود وانتي ما قلتي شيء وقتها، تقولين انتهى الوقت، اقولك لا ما زال، تقدرين ترسلين الرسالة تقول ترى الموقف اللي امس ترى كذا كذا وترى ما اسمح انه كذا، اتس اوكي، او والله الشهر اللي راح ما زال معك وقت انه انتي
تتكلمين. يعني لا تتصورين انه خلاص تم التجاوز، انه انتهى الموضوع. ممكن انك انت ترجعين تعقبين، تنبهين على الموضوع، تقولين لو تكرر الموضوع بيصير كذا، ولو صار كذا بيصير كذا. فعادي عطي نفسك الحق بذلك، او انك تقولين ترى المرة الجاية لو صار هذا الموقف ترى ردة فعلي راح تكون كذا، اعطي نفسي الحق اني انا اتصرف بهذا الشكل. صديقتي تقول ليش لما تكون مشكلة لأحد غيري أحلها على طول، وإذا كانت مشكلتي ما أقدر أحلها؟ أي يصير، تكلمنا عن هذا الموضوع المرة اللي راحت، إنه إحنا لما تقع علينا المشكلة ندخل في حالة ضبابية وكذا نتدوده، يعني نحس إنه حنا يعني ضعيفين، وخصوصا لما نكون في حالة صدمة فما نقدر بسرعة يعني نفهم الموضوع ويعني نتجاوز الموضوع. عموما لما تتفعل المشاعر السلبية عندك، وخصوصا لما يكون عندنا قائد وعميق في المشاعر السلبية، يكون صعب وقت المشكلة انك انت تنتبه، تحتاج وقت لما تفهم الموقف اللي انت فيه. لكن الناس اللي برا ما زالوا محافظين على طاقتهم، وما احتاجوا انهم يفعلون اعمق مشاعرهم السلبية، فيقدرون يناظرون بطريقة جيدة، يقدرون يستخدمون مشاعرهم الإيجابية وطاقتهم الجيدة وأفكارهم الجيدة، فيقدرون يطلعون حل. أنا تقول بعض الناس تتمسك بالألم، بعض النساء تتمسك بالألم بعد التعرض للاغتصاب أو التحرش من المحارم كتعبير عن الثورة ضد الظلم، إيش الحل؟ هو غالباً لما قد، خلينا نقول قد، لما تتعرض لأذى من الرجل يكون عندها وجهة نظر مضادة للرجل غالبا. إذا هي ضربة، تعرضت لاغتصاب، تحرش، إهانة من الرجل، بيكون عندها موقف مضاد، إنه الرجل مو كويس، الرجل تعبان، الرجل فيه، الرجل فيه، الرجل فيه، يكون عندها موقف ضد الذكورة أيضا وطاقة الذكورة. وتكلمنا عن هذا الموضوع في الصدمات، كيف إنه الإنسان لما تصير عنده صدمة يروح إلى أقصى التطرف عشان يقدر يفهم الموضوع، عشان يقدر يوازن الموضوع، وهذا مفهوم لجزء من الوقت. يعني أنا ما ألوم السيدات المتطرفات، ترى ما ألومهم إنهم هم يتطرفون في هذا، لأنهم يمرون بوضع مشاعري معين، لكن إنها تطول في الموضوع، لا معلش معلش. يعني أوكي شهر قلنا ماشي، شهرين، 3 شهور، 9 شهور، أكثر من كذا خلاص خلاص لازم أنت تقعدين تنظفين الألم اللي مريتي فيه، وتنظفين القصة اللي أنت مريتي فيها. وطبعاً لا تنسون إنه عمق الشعور مرات يخلي الواحد يستمر المشكلة ويعيشها. وتكلمت بعدها عن هذا الموضوع في ثورة الفشل. ثورة الفشل، ما أقدر أسامح اللي جرحني، ولا أصفح ولا أعفو، ما أقدر أنسى. حبيبتي أنت، هذه أصلاً ما هي مشكلة حتى، يعني عشان ناقشها. It's okay. It's okay. كيف أنظف الغضب والخوف والتأنيب؟ عندنا مادة الغضب، وعندنا مادة الخوف، وعندنا مادة التأنيب، كلها موجودة على الموقع. Oh my God، شوفوا النموذج. أخوي متعبنا جدا، وأهلي مدلعينا، وهو بالثلاثين ترك الشغل، كل ما كلمنا قال معي قولون عصبي، طاقته مرة مؤذية، لا حد يقرب، معي قولون عصبي. ها نموذج، نموذج هو يعني سيحافظ على المشكلة طبعا. هل الصراعات ملازمة للتغيير برا وجوا؟ نعم برا وجوا، يعني حتى لما يجيك نداء الروح، بس يختلف إيش حدة الصراع. يعني تصير النسخة القديمة تصارع النسخة الجديدة. إحنا طول الوقت نحب صناديقنا الوردية، ما نحب يعني في صندوق وردي أكبر، لا أنت مسكين بصندوقنا الوردي الأصغر. فشوية نتصارع مع أنفسنا على حسب أنت يعني وعيك واستعداداتك، إذا كنت مستعد وواعي يكون الموضوع أيسر وأسهل أنك أنت تتغير. فبالك الناس اللي لهم مستعدين ولهم واعين ولا يؤمنون بالتغيير ولا كذا، أو واو موضوع، هذه قصة كبيرة هذه.